مرحبا بكم مشاهدينا في اي تي شو مع احمد يوسف. نظره من خارج الصندوق على حوارات التنميه ومواضيع وقضايا تهم الشباب، سواء جينيريشن واي او سي او زد، اللي هو الاجيال المختلفه من مواليد السبعينات والثمانينات والتسعينيات من الشباب. يبدو ان اهل الاداره وباحثي فنون وعلوم الاداره لهم نظره مختلفه في مصر المستقبل، مصر الجديدة، أهم السلبيات الموجودة دلوقتي في الشخصية المصرية، أهم الشخصيات التي توجد لدى الشباب، سواء الذي تخرج منهم ويعمل أو الذي الآن في حيز إن هو يتخرج ويبحث عن أمل أو فرصة عمل أو يبحث عن خريطة ذهنية توضح له كيف يستطيع أن يسير في مجرى واضح لحياته. للأسف هناك الكثيرون هنا في مصر لا يعرفون جيدا الطريق يبدأ منين، البداية تكون إزاي. عن تكنولوجيا الإدارة وأحدث الاتجاهات والأبحاث في هذا المجال التي تعطيك بوصلة، تبقى بوصلة كده توريك حياتك وتنور حياتك بطريقة لطيفة في عدة مواضيع، سيدور النصف الأول الهام من حلقة اليوم. ومعي متخصص في هذا المجال له باع جيد جدا في تنمية المهارات وتنمية المواهب وطرق التفكير الجيدة، لك الأستاذ محمد مصباح، المدير الذي يعمل في حقل تنمية الإدارة والهيومن ريسورسز أو الموارد البشرية. مرحبا بك. أهلا بك أحمد، نورني يا محمد. ربنا يخليك، فرصة سعيدة أن أقابلك. طيب محمد، في البداية أنت مهموم بأن احنا في مصر نفكر خارج الصندوق، نفكر بطريقة مختلفة، ونحن هنا في اي تي شو بنستضيف اهل المعلوماتية والاي تي واهل العلم من كل المجالات، لكن يبدو ان اهل علوم وفنون الادارة وهي احد اهم علوم القرن العشرين والواحد والعشرين لهم نظرة براجماتية عملية وايضا نظرة محلية دولية. بصفتك ايضا عملت في مجموعة شركات مالتي ناشونالز عالمية داخل مصر وخارج مصر، كيف تنظر الى مصر الجديدة وشباب مصر الجديده؟ والله انا ليا كده احب ابدا معاك بتعليق بسيط، ان الترند الجديد او المنهج الجديد اللي بيبدا يتبع في التفكير حتى هو انك فكر اكن مفيش صندوق، مش ثينك بس اوت سايد ذا بوكس، ان مفيش صندوق خالص. دايما احنا في مرحله الشباب، في مرحله التخرج، بتقابلهم مشكله الاحباط ووضع الدوله ووضع المجتمع والحاجات دي كلها. انا يمكن اكون بشوف الامور من نص الكوبايه التاني، نص الكوبايه المليان، ان دايما في طريق للنجاح وفي طريق للديفلوبمنت او طريق للانسان ينجح في حياته. حتى في مصر تلاقي كتير يقول لك احنا مفيش شغل، مفيش تطور، مفيش. الحقيقه هي الاكسبيرينس موجوده حتى لو كانت ليميتد او حتى كانت محصوره شويه، بس هو الطريق ليها والوصول ليه ده زي ما انت وضحت في المقدمه بتاعتك، هو ده الشيء المهم جدا جدا. الناس دايما بيفكروا بشكل تقليدي جدا، الحلول التقليديه في الوقت الحالي ما بتؤدي الى نتائج تقليديه، نتائج تقليديه في معظم الاحوال ما بتعنيش نجاح. عندنا امثله كتيره طبعا في المانجمنت، لو احنا فكرنا في شركه زي ابل مثلا والانوفيشن اللي عملوه، انا عارف ان طبعا كم التطور اللي هم وصلوا له. ابل فكرت بشكل غير تقليدي تماما لما ستيفن جوبز الفاوندر بتاعها بدا في وقت سابق، ما كانش حد يتخيل ان ممكن المجال دوت او السيكتور دوت من البيزنس ممكن ينجح في مواجهه شركه قويه جدا 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 زي مايكروسوفت. بس اقدر اقول النهارده ايفن ابل بدات تخترق مجال جديد اللي هو مجال الشركات واداره الشركات كمان، وده ان الكمبيوتر. يعني ابل دلوقتي بتشارك في اداره الشركات كاي تي بزنس بارتنر، يس، كبارتنر ولا كسوفت وير؟ كبارتنر. ات مينز ان كل الانفراستراكشر كاي تي وايز ابل اللي بتقوم بيها، وفي شركات مالتي ناشونال كتير. لو كنا رجعنا مش بس 10 سنين، 5 سنين ورا، كان ده حاجه غير مصدقه، لان مايكروسوفت هي المستحوذة تماما على الماركت. ده مثال بسيط ان احنا لما نفكر بره صندوق او حتى نفكر ان في صندوق خالص واحنا نبدا نفكر بشكل مختلف تماما، ده بيوصل لنتائج مذهله وبيوصل لحقائق الناس يمكن ما تكونش ابدا واخده بالها منها. فده كمان لو ربطناه بالسوسايتي بتاعتنا والمجتمع بتاعنا والشباب بتاعنا، ببساطة جديدة هم محتاجين انهم يعملوا دوت، محتاجين انهم يشوفوا الناس دي نجحت ازاي، محتاجين انهم يشوفوا كامل المصابرة والمحاولات اللي مروا بيها
عشان يوصلوا لهذا المكان او هذا المصر. وفي في المانجمنت او في علم الاداره امثله كثيره جدا 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 بتدل على دوت, من الولايات المتحده او كانت من اليابان. في امثله كثيره جدا جدا من المانجمنت, يعني خاصه ايفن ان ممكن واحد فينا يحلم النهارده واحنا عندنا انتخابات الرئاسه ان هو يكون في يوم من الايام مش هيوصل ان هو يكون النهارده لو عنده 20 سنه لما يكون عنده 40 سنه او 45 سنه يكون رئيس جمهوريه. لو بدا يفكر هو ده ممكن يتم ازاي, ايه مؤهلات رئيس الجمهوريه, ايه المتطلب منه, وبدا ان هو يمشي ويفكر بشكل لوجيكال, بس لازم يكون عنده الاصرار والحماس ان هو يعمل دوت. اعتقد ان اكيد في الاول في الاخر ربنا هيوفقه ان هو يوصل لده. طيب ندخل بقى في الكلام المهم واللي بيمس كل مشاهد, لان الاسئله التي سوف ترد والتحليلات الخاصه بك وايضا الايضاحات هتكون بتهم يعني مشاهدين كثر جدا ان لم يكن معظم المشاهدين. لابد لكل واحد فينا ان يكون عنده خطه نجاح, والموضوع ده احنا ما بنفكرش فيه كتير هنا في مصر. اي حد سواء كان بياع شاطر موجود او موظف او طالب او حد بيفكر ان مستقبله يكون ناجح, ايه هي حكايه او ما هي قصه ان كل واحد يبقى عنده خطه نجاح وان هو يستطيع ان ينفذ هذه الخطه ويصل الى الهدف المنشود؟ المهم جدا زي ما انت وضحت ان هو يكون في هدف, والهدف ده يكون واضح. فتره الجامعه النظام التعليمي في مصر احيانا ما بيسمحش للناس, النظام الجامعي التعليمي تحديدا ما بيسمحش للناس انهم يعرفوا تحديدا ايه اللي الماركت محتاجه, ايه اللي السوق العمل محتاجه, وايه اللي بالظبط وايه اللي موجود في مهاراتي انا الشخصيه اللي ممكن تناسب ده. فتلاقي ان في فتره الجامعه الهدف مش واضح لغايه ما يتخرج. هو دخل هندسه عشان ما بيحب, ومع ان هو ما بيحبش هندسه لان هو كان مجبر ان هو يخش كليه هندسه عشان يطلع مهندس, او دخل كليه طب او مهم جدا في المرحله الثانويه, من بدايه من المرحله الثانويه وانت بتتكلم على جيت التسعينات وبعد كده كمان, ان هو يبدا يكون مخطط الكليه اللي انا هخش فيها عشان اكون حاجه معينه, لان الكليه دي هي ببساطه جديده مرحله الاعداد. حتى ده بدايه التفكير الصح ان هو يبدا يخطط ان انا اخش كليه قريبه من امكانياتي. هل نفسي في يوم اكون دكتور, ولا هل نفسي في يوم ان انا اكون واحد في الموارد البشريه او في علم التسويق؟ فتلاقي ناس كتيره جدا مهندسين دلوقتي بقوا يشتغلوا في الماركتنج او في علم التسويق. طب انت ليه ما درستش بزنس مانجمنت فور اكزامبل او بزنس ادمنستريشن؟ فده مهم جدا في المرحله ان هو يبدا يحط دوت. مهم جدا الهدف يكون واضح, والهدف ان يكون فيه عليه نوع من الاصرار, يكون فيه فليكسبيليتي او فيه امكانيه لتغيير هدف, بس لازم يكون فيه هدف. دايما برضو من اخطاء الشائعه اللي بتحصل ان الانسان بيحط اهداف كتيره جدا جدا, يكون بيفكر ان هو عايز يكسب فلوس كتير, وعايز يكون في بوزيشن كويس, وعايز يوصل لده بسرعه جدا جدا جدا. لازم كمان يكون رياليستيك او لازم يكون عقلاني في الهدف بتاعه, يكون محدده ويبدا يمشي عليه. ممكن الظروف تتغير, ممكن الاجواء تتغير, بس لازم يكون في هدف واحد واضح وان انا امشي فيه. ده مهم جدا جدا, لان هما مرحله التشويش دي بتروح. تلاقي ناس كتيره جدا يا احمد بتيجي انت عايز تشتغل ايه, قابلهم في انترفيوز هو مش عارف هو عايز يشتغل ايه اصلا, اي حاجه تناسبني. طب هل انت هتحب ده؟ لو افترضنا ان انت النهارده راجل بتحب الماركتنج, بتحب تتعامل مع الناس, لو انا قعدتك في قسم الحسابات او الفاينانس وخليتك تشتغل مع ورق والكوميونيكيشن بتاعتك قال, هل انت هتبقى ساتسفايد, او هل انت هتبقى مبسوط قوي ان ده هيحصل؟ بيبقى الهدف بتاعه مشوش, وده عاده بالمناسبه بترفض في الانترفيو لان هو شخص ما عندوش جولز. فانت تحدد الهدف ده اصلا, ده الستارتنج بوينت, دي نقطه البدايه ان انت تبدا ان انت توصل للهدف اللي انت عايزه. بعد طبعا بتحدد الهدف بناء على امكانياتك, بناء على نظامك التعليمي, بناء على الظروف المحيطه بيك. يعني صعب جدا النهارده ان انت تحط هدف مش رياليستيك, ان انا عايز اشتغل فور اكزامبل هنا في مصر اول ما اتخرج في ناسا. طب ما هي ناسا مش موجوده في مصر, يبقى انت لازم في الاول تدرس العلم دوت, ولازم في مصر تبدا تعمل براكتس او التطبيقات بتاعته في مصر عشان تجي لك الشانس في يوم من الايام تروح تشتغل في ناسا. فده مهم جدا تحط الهدف, تحط بلان كمان تكيف الهدف. لو انت النهارده عايز تبقى مدير في شركه معينه, ايه الكورسز او ايه الكواليفيكيشنز اللي مطلوبه في ده؟ ايوه, مثال رئيس الجمهوريه, مثال تاني, لو انت عايز تكون رئيس جمهوريه لازم يكون الراجل دوت ليه خلفيه اقتصاديه وخلفيه سياسيه, لازم يكون عنده بابليك سبيكشز, لازم يكون عنده قدره على مخاطبه الجماهير. طب ده مش عندي دلوقتي, ازاي ان انا اطوره؟ وده هيوصلني ببساطه جديده جدا ايه اللي انا المفروض ادرسه عشان انا اقوي نقط الضعف اللي موجوده عندي, او ان انا ازود المهارات اللي موجوده عندي عشان تناسب الوظيفه اللي موجوده. حتى لو ده باين ان هو بشكل مش عملي, ده بيبان في كتير جدا من الانترفيوهات اللي احنا بنخشها او اللي احنا بنعملها. انت بتقابل النهارده عايز وظيفه, اي وظيفه سامبل انتري ليفل بوزيشن ممكن تقابل في مصر. انا اقدر اقول لك انها حقيقه وممكن ما تكونش كويسه, ان انت لو قابلت 100 واحد عشان تعينه كاستمر سيرفيس ريبريزنتيف ممكن ان انت
اللي يعدوا التيست اللي انت عامله، مع ان هو بيزك تيست في المايكروسوفت اوفيس، ممكن لا يزيدوا عن 10، يعني 10% تقريبا هم اللي ممكن يعدوا التيست، الناس متخرجين من جامعه وفيهم برايفت يونيفرسيتي وجامعات خاصه وجامعات حكوميه. فان انت تحدد الهدف، ان انت تحط البلان ان انت توصل له، وانت تثابر عليه، وان انت تكون مصر جدا ان انت تحقق، وتشوف الحلم بيتحقق قدامك، ده مهم جدا. نرجع مره اخرى للمهارات الاداريه كشخص ريكروتر او متخصص في السكريننج اند سيلكتنج، استقطاب الناس وبعدين ان انت تختار منهم. عاوز اعرف انت شايف بطن مصر ماشيه ازاي، انت بتقابل السلبيات والايجابيات من وجهه النظر الاداريه في طالبي الوظائف او في المصري، نقطة الضعف في علوم الإدارة عندنا، أو مش في علوم الإدارة، نقطة الضعف عندنا كشخوص في المهارات الإدارية ومهارات الالتحاق بوظائف ومهارات السوق، إيه هي؟ بص احنا أولا في أنا هندلها من ناحية إدارية ومن ناحية عملية. الناحية العملية إن احنا في مصر عندنا لاك أو عندنا نقص في وظائف أصلا كثيرة جدا جدا. لو احنا النهاردة بندور على خبراء تسويق، وناس كثيرة جدا جدا عايزين تسويق، أنا اقدر اقول ان السوق المصري فيه لحد كبير عجز، العدد المطلوب يمكن يكون مش موجود في الماركت. بس الفكره ان احنا بندور على ناس بروفيشنال في مجال التسويق، دارسين وعندهم الاكسبيرينس وعندهم النولج. ده مجال اي تي باختصاصاته، في مجال ديفلوبرز فور اكزامبل والساب ديفلوبرز، ده برضو مجال احنا بنلاقي فيه عجز كتير جدا جدا، مع ان الجامعات والاسلوب الجامعي اللي في مصر واسلوب الدراسه في مصر بيخرج لك ناس، بس التوافق ما بيتمش، لان الطالب اللي خارج مش هو اللي بيقابل الوظيفه المطلوبه. ففي وظايف في مصر كتيره محتاجه ان احنا نركز عليها، ان احنا الاديوكيشن سيستم او حتى الناس انهم او الكانديدتس اللي بيدوروا على وظايف انهم يدوروا انهم ينفست او انهم يستثمروا مهاراتهم في الوظايف دي، لان الوظايف دي مطلوبه جدا جدا. ده شق مهم جدا جدا، ممكن ما يكونش باين كتير. يقولك ازاي ان انت مش النهارده لو انت بتدور على ساب ديفلوبرز، انت محتاج ان انت تعمل كذا انترفيو عشان انت تلاقي حد من الناس، لانه مش موجودين، ولو لقيتهم بتلاقي اسعارهم يمكن تكون اكتر كتير جدا جدا من اسعار، وبيتم استقطابهم طبعا عن طريق دور خليجيه كتير جدا جدا جدا. ده شق مهم جدا لازم نفكر فيه. الشق التاني ان انا ازاي ان انا اقدم على وظيفه اصلا، حتى لو انا عندي الكواليفيكيشنز او عندي المهارات ان انا اقدم على الوظيفه دي، السي في وان انت تخش الانترفيو وان انت تعمل الكفر ليتر، انت تقدم نفسك صح. بتحصل كتير من الحاجات الغريبه جدا في مجال الريكروتمنت، ان انت بتقابل كانديدات مش محضرين خالص، من ابسط الاسئله، ودي من ابسط الاسئله للانتري ليفل او حد لسه اول مره يشتغل، طب انت تعرف ايه عن الشركه اللي انت جاي تقدم عليها؟ ده من ابسط الاسئله، والاجابات بتكون احيانا كتير جدا جدا فاين. تساله سؤال، لو احنا انا شغال في شركه متعدده الجنسيات، طب المركز الرئيسي للشركه فين؟ فممكن يديك اجابه مختلفه تماما. ده مش مجال التخمين، ده مجال انت بالمناسبه هنا انت ازاي بتدعو الشباب ان هو يعمل الهوم ورك بتاعه، الهوم ورك ان هو في سوق العمل، يعني زي ما انت قلت مثلا جاي يقدم على وظيفه ومش عارف الجهه جاي بيقدم فيها هي مين والشركه الام وكذا، ايه مشاكل الهوم ورك عندنا؟ طبعا مشاكل الهوم ورك من ايام المدرسه طبعا، اكيد اكيد. مشاكل الهوم ورك ببساطه جيده جدا، ان هو لما يجي يعمل سي في اول حاجه فيروح لصاحبه يقول لي طب اديني السي في بتاعك، فصاحبي يديله السي في بتاعه، فيبدا ان هو يدخل الداتا بتاعته على داتا صاحبه او على داتا مثلا حد قريبه او كده. فتلاقي ان هو اولا اول خطوه انت ما تعرفش الكانديدت، انت بتشوف ورقه اللي هي الريزومي او السي في او البيوجرافي بتاعه اللي بيتكلم مين الشخص ده، فتلاقي ان اسمه احمد محمد مثلا وكاتب كل الديتيلز حاجه ودارس تجاره وكاتب ان هو انترستد يشتغل في الاي تي مثلا، لان السي في اللي خده زي ما هو، عمله زي ما هو الواحد قريب، ما تنفعش تكون يعني كات وبيست خالص، ما ينفعش تكون كوبي وبيست خالص. لازم انت لما بتبدا تعمل سي في انت تعتبره بروجكت، تعيش معاه وتعيش في تفاصيله وتعيش في انا الاوبجكتيف بتاعي يكون ايه، في انهي ديبارتمنت، في انهي تايب اوف اورجانيزيشن. فاول خطا بيقع فيه كل الناس ان هو بيبدا يجهز السي في بناء على ان هو ياخده من حد صاحبه او ان هو يخش على سورسز مش معروفه للناس عشان يجيبها. الموضوع ببساطه جديده جدا. طيب ده معناه ان هناك السيفيهات انت بتشوفها كشخص بتقابل المهارات المختلفه بتبقى يعني سيفيهات بعضها يعني يخليك ما تقراهاش، مزعجه ويعني ان انت عاوز تقطعها حتى. وفي سيفيهات اخرى مشوقه ان انت جدا تقول انا عاوز اشوف الشخص ده واقابله. جدا احكي لنا بقى امتى بتكون الحاله ايه وامتى بتكون الحاله بي. الحاله ايه دي بتبقى موجوده لما تلاقي ان حد فور اكزامبل بعت لك السيفي بتاعه وحاطط
اول بيج صوره كبيره جدا جدا ليه وهو واقف على البحر في مارينا فور اكزامبل. دي طبعا بتبقى حاجه فاني جدا لان التايم فلوب اللي احنا بنطلبه حاجه ادمنستريتيف اكتر. يعني ده واحد شغال في مكتب لازم الصوره تكون بروفيشنال. لو انت فكرت ان انت تحط صوره لان الصوره اصلا عليها خلاف هل هي صح ولا غلط، بس لو انت حطيت صوره، حط صوره بروفيشنال، بتلاقي ان الشخص بعت السي في بتاعه فور اكزامبل لكل الناس من غير ما يدرس، من غير اي حاجه، من غير ما يكتب هو انترستد في اي حاجه. ده بالنسبه لك ريجكت. كميه الالوان والبهرجه اللي بتبقى في السي في دوله زي يو كي فور اكزامبل، هم حتى مهما كانت قوه الكانديدتس او قوه المتقدم للوظيفه لازم يكون السي في بتاعه بروفيشنال مهما كان في السي في. يعني ايه بروفيشنال؟ بروفيشنال يعني يكون ليه فورمات معينه. ممكن طبعا نخش في تفاصيل اكتر ايه الفورمات بتاعت السي في وايه الفونتس اللي المفروض تكون موجوده وفين يكون موجود الكونتاكت داتا بتاعته وايه الاوبجكتيف او ايه الهدف اللي هو بيسعى له من الوظيفه. ادخل في التفاصيل ولا يهمك. ازاي ان هو يكون فور اكزامبل ان الاوبجكتيف بتاعه يكون كلير جدا جدا جدا. البيرسونال داتا بتاعته لازم تكون موجوده فوق، لان نظام السكريننج ان انت بتحط فيز كده وتبدا تقلبها. لان معلومه سريعه كده للناس اللي بتقدم على وظايف، الريكروتر او الموظف ببساطه جديده لازم البروفيشنال لازم ما يستغرقش اكتر من 5 ثواني في مراجعه السي في، لانه بقى عنده كم مهول ومطلوب منه البروفيشنال هو يراجع كل ده. فتخيل ان الراجل اللي انت بتقدم على وظيفه بيراجع السي في بتاعك في 5 ثواني. 5 ثواني دي الناثينج. هو بيبص 5 ثواني مش دقايق، لا 5 ثواني لازم اراجع السي في. بتبص على كي بوينت يس اور نو، لان هو عنده فور اكزامبل عايز 10 عنده 7000 سي في، فلو قعد خد فيهم وقت ده بروفيشنال يبقى هو بيضيع وقت الشركه اصلا. فليها ليها رول. طبعا بتلاقي سي فيهات كتيره جدا او ان الفيميلز احيانا بيحط صور زياده جدا جدا. This is what we ask، يعني اللي احنا بنطلبه منهم انهم يحطوا بروفيشنال بيكتشرز، صور احترافيه، صور حد رايح او بلاش صوره اساسا، لان بعض الجهات المحترمه بتقول لك الصوره دي نوع من ضغط على الاختيار يعني، فدي ساعات لا تقبل يعني. انت انا متفق تماما في اللي انت بتقوله. لو احنا بنتكلم على البروفيشنال الصوره مش ما بتفرقش خالص، ان احنا كبروفيشنال اكثر بيبول لا بنعين بناء على الشكل ولا على اللون ولا على الجنس ولا على الناشوناليتي ولا على اي حاجه من الحاجات دي خالص. بس احيانا بتطلب، ودي يعني في النظام التعيين برضو البريطاني غير الامريكي شويه، الصوره انت ما يقدرش يطلب صوره خالص، ده ضد القانون، وممكن المتقدم للوظيفه يرفع عليه قضيه لو هو طلب منه صوره. في تمييز هنا، في تمييز واضح. انت بتطلب صورتي، يعني انا لو شكلي ممكن يعجبك او ما يعجبكش تعيني او لا. فطبعا دي حاجه بتبقى مهمه جدا جدا. كل دوله الرولز بتاعتها مختلفه، بس لو احنا بنتكلم طبعا بلغه احترافيه الصوره مش طب هنا في مصر يقول لك احنا مالناش دعوه ببريطانيا. طب في مصر، في مصر حاول ان انت تقدم السي في بشكل بروفيشنال جدا. لو طلب الصوره بتكون مقبوله في حدود لو كانت الوظيفه كاستمر سيرفيس فور اكزامبل او شخص ليه كوميونيكيشن مع الناس، احيانا بتكون مقبوله. لكن ان جنرال لو انا بدور النهارده على محاسب، غير ان احنا لازم نفرق بحاجه مهمه قوي، لازم نفرق بين حد بريزنتبل وحد شكله حلو. في الريكروتمنت او في التعيين احنا بندور على حد بريزنتبل. بريزنتبل يعني يكون لابس صح، يكون الهايجين او المعدل بتاع الاهتمام الشخصي بتاعه عالي جدا جدا، يكون شخص بريزنت. من الحاجات اللي انت بتسالني على السيفيز الانترفيوز المقبوله، بتلاقي حد جاي لك في وظيفه ادمنستريشن سبايكي وعامل حاجه طويله وحط هنا حاجات غريبه جدا، ده ممكن يكون مقبول في الحياه الشخصيه. لكن لو احنا داخلين بنتكلم على البروفيشنال، وبرضو ان شاء الله تيجي الفرصه ان احنا نقدم صور للناس ان ده بيبقى بروفيشنال شيب وات ايفر الشخص دوت لونه ايه او الباك جراوند بتاعته ايه او فده كله مهم جدا جدا الناس تكون فاهمه ان بريزنتبل. يقول لك دايما في الوظائف احنا عايزين حد بريزنتبل. بريزنتبل مع المقصود بيها ببساطه شديده هو ان الشخص ده يكون شخص مقبول ان هو يشتغل في الشركه، مش ان هو يكون شكله حلو او وحش. فده مهم جدا برضو بالنسبه للصوره. بستغرب جدا حد يقول لك ياخد صور بشكل كاجوال اللي هو عايز يحطها في سي في. انت رايح تشتغل في بنك كاستمر سيرفيس، هو عايز يشوفك في الفورمال دريس بتاعك، فانت فكر ان انت تاخدها بشكل فورمال. كل الحاجات البسيطه دي جدا جدا بتفرق جدا جدا. السي فيز اللي انت الثانيه اللي انت بتتكلم عليها اللي بتكون فيري انترستنج، بتلاقي ان الشخص ده السي في بتاعه فيري كلير، هو موجه المسج للشركه، بيخاطب الشركه، عارف هو بيقدم على ايه، عارف احنا كنا عاملين جوب بوستنج فين، بيبدا يلينك او يعمل ربط بين مهاراته الشخصيه ومهارات الوظيفه. فانا النهارده لو بدور على موظف خدمه عملاء في مجال الملاحي فور اكزامبل، فيبدا يقول لك انا كنت شغال في مجال الملاحي كذا كذا في خط ملاحي منافس فوق، فدوت على طول يبدا يديك الاحساس او يبدا يديك ان ده بدا يقرب من الوظيفه معايا على الخط يعني. اه
بدأ قاري وفاهم وعارف هو بيقدم على ايه. فانت بتطالب هنا الشباب او الناس المتقدمين للوظائف ان هم يركزوا، مش واحد يعمل سي في ويرميه بالظبط في مثلا 20 30 مكان يعني. بالظبط بالظبط. السي في ده هو تعريفك الشخصيه، ما ينفعش ان انا انزل النهارده في الشارع واقعد ادي الناس البيزنس كارد او السي في بتاعي. ايه الفرق بين السي في والبايوجرافي؟ هو في ثلاث حاجات، هو في حاجه ريزمي. اللي هو السي في او ريزومي، وفي البايوجرافي، وفي الكفر ليتر. البايوجرافي يوجوالي تستخدم في السينيور بيبل والبابليك سبيكرز والبابليك فيجرز، الشخصيات العامه او الشخصيات المتحدثين عامه او الشخصيات زي السي اوز والماينس فان. ده بيتكلم على دايما انجازات الشخص، ان الشخص ده فور اكزامبل عمل استابليشمنت الشركات في العالم وسافر في الحته الفلانيه ادى تريننج، ده البيوجرافي. الكفر ليتر هو المقدمه القصيره جدا اللي لسه عدى الصفحه، ويكون فيها صور ويكون فيها بيرسونال ديتيلز غير الايميل فور اكزامبل، وتكون متوجهه بنقول ان انا مقدم على الوظيفه دي حسب الاعلان الريفرنس الفلاني، وبقول ان انا مهاراتي تناسب الوظيفه دي لهذه الاسباب. والكفر ليتر باي ذا واي ممكن يتغير من وظيفه لتانيه، لان النهارده لو واحد عنده مهارات في الاي تي وعنده مهارات في الهيومن ريسورسز، لما اجي اقدم على الهيومن ريسورسز لازم الكفر ليتر، وانا بقدم على وظيفه هيومن ريسورسز لازم الكفر ليتر يكون يخاطب الوظيفه اللي انا بتكلم عليها. لو هي خاصه بالاي تي يبقى الكفر ليتر التاني يكون بيخاطب الوظيفه اللي انا بتقدم عليها في الاي تي. فده الكفر ليتر. الكفر ليتر بيتحط يعني الناس بتبعته اتاتشمنت، لو انت بتبعت ايميل، لان دلوقتي معظم السيفيهات بتبعت ايميل، لازم يتحط في البادي بتاع الايميل، في التكست بتاع الايميل، بحيث ان الريكروتر لما يفتح الايميل يلاقي الكفر ليتر، وهو لو انترستد هيفتح يشوف السي في شكله ايه. السي في طبعا بيتقسم لكذا نوع، في البروفيشنال وفي الستاندرد وفي السمري، بس احنا لو بنتكلم على موست بروفيشنال واي تو دو سي في، السي في المفروض ما يعديه في صفحتين، حتى لو كان واحد فور اكزامبل، لو بصينا للسي او فور اكزامبل بتاع واحده من اكبر الشركات جنرال الكتريك فور اكزامبل، هنلاقي السي في بتاعه صفحتين. ده واحد يعتبر من اكبر سي او في العالم. مين؟ الشخص دوت انا مش متذكر اسمه بالظبط. اكبر مدير تنفيذي في العالم. في العالم تمام. وستيفن جوبز كان صفحتين فور اكزامبل. ستيفن جوبز في اخر 25 سنه هو اكتر سي او ناجح في امريكا، فبالتالي ان هو يكون اكتر سي او ناجح في امريكا في ال 25 سنه اللي فاتوا، معنى كده ان هو يعمل السي في بتاعه صفحتين ان ذا موست بروفيشنال واي. حتى اخر سي في انا شفته كان بتاع وزير القوى العامله هنا في مصر كان برضو صفحتين. فهي دي الفكره، ان احنا بنتكلم على بروفيشنال سي في المفروض ما تعديش صفحتين. احيانا برضو عشان اللوكال ماركت، عشان ما نبقاش بعيد او بنتكلم في حاجه خياليه، يقول لك انا عايز ديتيل سي في او عايز اعرف انت بتعمل ايه بالظبط. فعشان كده انت يفضل انت تجهز نوعين من السي في، سي في سامري وسي في ديتيل. طب ايه الخبرات اللي انت اكتسبتها في العمل في شركات متعدده الجنسيات، المهارات والجديده؟ دايما بجد الشخصيه تكون مختلفه لضيف العزيز لما بينتقل ل مجموعه شركات او حتى لشركه متعدده الجنسيات، بلاقيه الافق مفتوح جدا عن نفس الشخصيه اللي عملت مثلا في احدى الشركات الشهيره مثلا في مصر او في الوطن العربي. ده حقيقي. انا اقدر اقول لك ان شخصيتي انا شخصيا يعني كتجربه شخصيه اتغيرت تماما من ساعه ما بدات اشتغل مع مالتي ناشونال اورجانيزيشنز، لان انت بتنتقل لعالم يتسم بالنظام الشديد جدا، بالتحضر الشديد جدا، الكوميونيكيشن والتواصل مع كل المكاتب ومع كل الناس بطريقه فيري بروفيشنال. شخصيه الانسان بتتغير. انا يعني انا شخصيا في فتره من حياتي سابقه كنت اهتمامي بالوقت والالتزام بالوقت والالتزام بدقه المعلومه اللي انا بديها كان ممكن يكون اقل كتير جدا. يعني ادينا كده مثلا لمحات عن الكود اوف ايثكس او كونتاكتس مثلا انت، او ما يسمى بالكود الاخلاقي للعمل في هذه الشركات او كود التواصل داخل الشركه، في هناك شروط معينه بتكون موجوده. مظبوط مظبوط. الكود اوف كونتاكت في المالتي ناشونال ده زي القانون اللي ما ينفعش يتكسر تماما، زي الستاندرد او المبادئ الاساسيه اللي ايا كان حجم الموظف في الاورجانيزيشن، سواء كان جلوبال سي او او رئيس مجلس الاداره على مستوى العالم او كان ابسط موظف في الشركه، لازم يلتزم بيه. الكود الاخلاقي بيتضمن مبادئ اساسيه عاده، اللي هي خاصه مثلا باستلام الهدايا او خاصه مثلا بالتعامل مع، يعني فور اكزامبل كل الاورجانيزيشن اللي انا اشتغلت فيها واحده من الايتيمز الاساسيه جدا الريسبكت. لازم يكون في ريسبكت
بين اولي بلويز حتى لو كان في نوع من الاختلاف في وجهات النظر. ما اقولش ده هندي ده whatever مثلا هندوسي whatever ده ممكن ممنوع يعني. ده فيها رفض ممكن يترفض فيها ممكن يترفض جدا فيها. واي هديه فوق ال 150 دولار اي حد في مالتي ناشونالز او حتى الرئيس الامريكي شخصيا اي هديه فوق ال 150 دولار لابد ان هو يفصح عنها للشعب يبقى فيه ديكلاريشن. 150 دولار ده جاي اصلا انا الفركه اللي انا شغال فيها جزء منها الرول بتاعتها جايه من القانون الامريكي. القانون الامريكي بيقول ان 150 دولار هو دوت الهديه اللي ممكن تقبلها من غير افصاح اللي هي ممكن تكون حاجه بسيطه جدا زي كتاب او 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 فوق ال 150 دولار. وانا هاجل حلقه قبل كده حصلت في المجتمع الامريكي ان الرئيس الامريكي نيكسون في الوقت دوت فضيحه ووتر جيت ان هو واحنا دلوقتي في انتخابات رئاسيه في وقت انتخابات رئاسيه واحنا عندنا في مصر 10 مليون جنيه 10 مليون جنيه ده هو الحد الاقصى للمرشحين في الوقت دوت. في امريكا كان في حد اقصى بس الحد الاقصى يطلب الافصاح يعني لازم تقول مين الفلوس دي جات لك. في الوقت دوت لما الرئيس الامريكي قابل المشكله ان هو استقبل هدايا وما عملهاش افصاح وبدا بعد كده رجال اعمال يعملوا قضيه ان الناس اللي ادوك الهدايا دي او ادوك التبرعات دي للحمله الرئاسيه ما كانش انت ما افصحتش عنهم. ده ببساطه جيده جدا جدا جدا. وانا لا اعتقد ان هيبقى فيه التزام بال10 مليون جنيه لان ممكن يبقى فيه مجاملات مثلا اعلانيه او كذا بالاف او مئات الالاف ومش هيتم وضعها في يعني ال10 مليون جنيه دول بتوع ايه المال اللي انا دافعه ك مرشح رئاسي بطريقه مباشره ولا المجاملات طبرعات. اللي جاي التبرعات يعني انا معايا 10 مليون دول هصرفهم هم جم منين اصلا هو ده السؤال. ده سؤال. وسؤال تاني في ناس هتجاملني مثلا باعلانات في الصحف والجرائد فدي هتتحسب ازاي؟ المفروض ان موثق الحمله الدعائيه لكل مرشح رئاسي ان هو يكون عنده حصر بده ولا هو يعني هو ليه مسؤول عن الحمله الدعائيه ايه اللي نزل ليا والكوست بتاعته كام. لان ما ينفعش ان هو يقفل عينيه عن واحد فور اكزامبل احنا ده كانت حمله الرئيس اللي كانت في الشوارع الناس كلها كانت بتسال دي ايه طبعا ودلوقتي بدات ان هي كانت ماركتنج ايجي ودي واحده برضو ان شركه اعلان قررت انها تفضي كل لوحة دي وتبيعها لمرشحين الرئاسه وده طبعا تفكير تسويقي رائع يعني. فالنهارده ما ينفعش انك لو انا واحد مرشح رئاسه انا الاقي كل اللوحه دي اتحطت وانا ما اعرفش عنها حاجه اصلا ما قاليش. ده طبعا في نوع من او انا شخصيا لو انا شغال في شركه ان حد فور اكزامبل كل يوم يبعت لي حاجه سنيه جدا او غاليه جدا جدا اقول والله هي جات لي لا انت لازم ان انت تكومنيكيت او اتليست تبلغ الجهات المختصه ان ده حصل ليه. ده جزء من الكود اوف كونتاكت بيطبق في الكانتريز بيطبق في قوانين الكانتريز وبيطبق في الشركات يعني كل الشركات اللي اشتغلت فيها ده خط احمر ما ينفعش اي حد يعني احنا لازم برضو على اطار موازن ونشوف الكود اوف كونتاكت او الكود اوف ايثكس او الكود الاخلاقي زي ما هو في الشركات يبقى برضو موجود عندنا في النظام الاداري سواء للرئيس او لعضو مجلس الشعب او عضو مجلس الشورى او اي حد فيه منصب حساس. بالظبط. ده مش احنا كشعب مش ما سمعناش عنه عندنا هنا في مصر خالص. انا عجبني جدا واحد انا طبعا مش مقدر يعني مش ميال لحد مرشحين معين بس عجبني جدا واحد منهم ان هو طلع وقال انا دلوقتي اللي معايا كذا في البنك ورقم حسابي كذا وعندي عربيه نوعها كذا وي دي ده مثال بسيط جدا على الترانسبيرنسي او الشفافيه اللي احنا بنطالب بيها. مرتب رئيس الجمهوريه يعني فور اكزامبل اعلى مرتب موظف حكومي في العالم هو رئيس وزراء سنغافوره ده معلن ومعروف المرتب بتاعه كان تقريبا 1,250,000 دولار في الشهر حاجه زي كده مش متذكر الرقم بالظبط. هي دي الترانسبيرنسي اللي احنا بنطالب بيها في مصر الجديده او في بعد الثوره او الريفوليوشن ان يكون في نوع من نعرف كل المعلومات الخاصه دي بشكل معلن لان دوت بابليك فيجر ده مش شخص بيؤدي مهمه خاصه بيه هو لا دي خاصه بالمجتمع. وعجبني برضو كتير جدا من اعضاء مجلس الشعب اللي طلعوا وقال لك احنا بناخد كذا 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 في الجلسات بتاعتنا لان ده ما فيش فيه حاجه غلط او ما فيش فيها اي نوع من الحساسيات الغلط لكن اسلوب التعميم او التشويش ده. والحقيقه احمد برضو احنا لما بنخش في الاورجنايزيشنز المالتي ناشونال بنحس ان احنا في لحظه انفصلنا عن المجتمع لانك بتتنقل من سوسايتي فيها التنظيم اقل كتير جدا جدا والترانسبيرنسي واحترام القانون لتخش في المنشاه قايمه كلها على النظام وعلى السيستم في كل تعاملاتها بتخليك احيان كتيره جدا وده باي ذا واي بيساعد على الانتاجيه بيساعد الناس تكبر بيساعد هما ما بنصروش للجنس ما بنصروش للون ما بنصروش لديانه ما بنصروش لعمر ما بنصروش ده خالص. وانت طبعا عندك خبره في دوت كثيره جدا كان حد ايواء الغنيم رغم سنه الصغير ان هو خد ريجنال بوزيشن مع جوجل مثلا وغيره كتير جدا جدا من الشخصيات المصريه اللي بتحقق نجاح
زي بازر الفرباوي، كان واحد من الـ من الفيري سينيور بيبل في مايكروسوفت. طبعا الراجل بالظبط راجل رقم 2 او 3 في مايكروسوفت. ليه؟ لان هم مصريين، بس لما بيتحطوا في المنظومه الاداريه الصحيحه بيقدروا ينجحوا ويحققوا اكبر الوظائف واكبر المناصب فيها.